وابدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. وجدد الترحيب بحضراتكم ايها المتابعون ايها المستمعون عبر الاثير اف ام مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات. وهنا انطلاقتي شوطنا هذا الشوط السادس عشر الذي يحمل في طياتي وكشوفاتي اللقايا القعدان المهجنات والأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. أتابع أول الشوط والمقدمة وصدارة الشوط مستحيل علي بن جيان بن حمد بن صالح العبده على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني أتابع منصح محمد بن سالم بن كاسب العفاري مع منصح المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع شرط على المركز الثالث هلال بن صوايح بالسيف الاكتبي على المركز الثالث. والمركز الرابع أتابع شايم عبيد بن حمد بن مطوع بالضحي الاكتبي على المركز الرابع. والمركز الخامس لحظات ونتعرف على خامس الأسماء، هنا نسناس جار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين المري وصل هنا على المركز الرابع، بينما خامس التحديات أتابع الاسم القادم منبع سالم بن مانع بالغويص السويدي. ولكن سادس المراكز من تسلل إلى خامسها في هذه اللحظات الفارس وسليم بن حمد بن سالم الدرعي، بينما أتابع سابع المراكز والانطلاق في هذه اللحظات من الأسد محمد بن سهيل بن غصنة العامري. كذلك أتابع التسلل أو هنالك الانطلاق في هذه اللحظات الوصول في هذه الأثناء من معيي محمد بن عمير بن محمد بن عتيق المهيري، أيضا تسلل هو الآخر إلى المراكز الأمامية، بينما أتابع وصول أدهم في هذه اللحظات مبارك بن سويد بن زايد المنصوري وصل في هذه اللحظات وتسلل إلى سابع المراكز. وتابع الأمور وتابع الثامن هنا منبع وذكرناه، والتاسع انطلاقة مرموق حمد بن محمد بن سالم بن جذوه العامري. والمركز العاشر أتابع الانطلاق من الخليج عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي على عاشر التحديات. هذه الأسماء هذه المراكز العشر المتقدمة المندفعة في أشواط الإنتاج وفي الشوط الخاص بالقعدان اللقاية المهجنات الأصايل. أعود لأتابع المقدمة أعود لأتابع الصدارة. منصح على أول الأسماء، منصح على مقدمة الشوط محمد بن سالم بن كاسب العفاري، وهنا تنويه هام للحاصل على المركز الثالث في الشوط الماضي. وفتنا لجنة التحكيم بأن الحاصل على المركز الثالث في الشوط الماضي هو الشارد لمرزوق بن منصور بن محمد المنصوري حامل الرقم سبعة، هو من وصل ثالثا في الشوط الماضي. إذا تهانينا والناموس لمالك الشارد، وشكرا للجنة التحكيم على موافاتنا بهذه النتيجة بعد التحكيم. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، أعود إلى شعار العفاري، أعود لأبناء المصانع الجنوبية. منصح المقدمة محمد بن سالم بن كاسب العفاري على أول التحديات. المركز الثاني أتابع شايم، شايم على ثاني التحديات عبيد بن حمد بن مطوع بضحي الاكتبي. والمركز الثالث أتابع وصول معيي معيي بديعيي على أهل المراكز الأمامية محمد بن عمير بن محمد بن عتيق المهيري. والمركز الرابع أتابع انطلاقة في هذه اللحظات
الفارس 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 سليم بن حمد بن سالم الدرعي، والمركز الخامس شعار بن سالمين على خامس التحديات. بدأ يتسلل، بدأ ينطلق في هذه الأثناء مع لوحة الكيلومتر الأخير. انطلق هنا شعار نسناس نسناس نسناس، جار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. يا سلوم يا سلوم، انطلقت الأسماء، اندفعت الشعارات، انطلق منصح الأول. التحديات شعار العفاري، شعار أبناء المصانع الجنوبية ينطلقون في هذه اللحظات. مقدمين لنا منصح محمد بن سالم بن كاسب العفاري، والخمسمية متر الأخيرة يا بن سالمين، الخمسمية متر الخطيرة يا راعي نسناس. جار الله بن سالمين المري يقدم لنا نسناس. يا سلام يا سلام، الفارس ثالثا، الفارس بشعار الدرعي سليم بن حمد بن سالم الدرعي، ولكن أتابع معي ثالثا وصل بشعار المهيري، ولكن جار الله بن حمد بن سالمين المري. يا سلام معي معي، ونسناس نسناس ومعي نسناس نسناس نسناس، جار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. مشكور يا بن سالمين، مشكور يا بن سالمين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. المركز الثاني وصل معي محمد بن عمير بن حمد بن عتيق المهيري، بينما ثالثا وصل الفارس سليم محمد بن سالم الدرعي، ورابعا وصل الفارس ايضا مسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرعي. والمركز الخامس وصل على المركز الخامس الخليج عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين لحظات التوقيت الزمني مع نسناس. الشعار جار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. سلام لابناء الدوحه، سلام. هذا الفوز وهذا الانتصار والتوقيت الزمني في هذه اللحظات 7 دقائق 39 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نسناس. بينما المركز الثاني وصل معي ومحمد بن عمير بن محمد بن عتيق المهيري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 39 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. بينما ثالثا وصل الفارس وسليم بن حمد بن سالم الدرعي على المركز الثالث لحظات توقيته الزمني هنا 7 دقائق 40 ثانية، 7 دقائق 41 ثانية، 4 أجزاء من الثالث. تهانينا والناموس لمالك الفارس، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتجدد متابعينا الكرام.